تفتح الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات أبوابها لأزيد من 1000 مستثمر شاب للاستفادة من برنامج تربية سمك البلطي الأحمر. احنا سمك البلطي الاحمر الحمد لله على المستوى الوطني نتحكموا في كل سلسلة الانتاج من خلال يعني التحكم في المدخلات، في اقتناء صغار الاسماك، في اقتناء اعلاف الاسماك كذلك وتسمين هذا المنتوج. هناك 1000 قرض موجه لفائدة الشباب الراغبين الاستثمار في هذا المجال. حاليا رانا نقوم بمرافقتهم بتوجيههم، حيث انه يمكنهم التقرب من مختلف غرف الصيد البحري وتربية المائيات المتوجدة عبر التراب الوطني. نقوم بمرافقة الفلاحين الذين يقومون باستزراع أحواض الصقل الفلاحي من أجل إنتاج هذا النوع من الأسماك. قد يتساءل المستهلك عن أسباب اختيار سمك البلطي الأحمر دون غيره من الأسماك، المميزات كثيرة. للفاش تاعها إلي إيزي، معناتها سهل التربية. ثاني هي السمكة الوحيدة اللي تقدر تولد عدة مرات في العام، معناتها ماشي مرة واحدة. أيضا الريزيستو مالادي، واش معناتها؟ معناتها سي ان بواسون روبست، معناتها يتاقلم في ظروف تكون صعبه جدا. حاجه مليحه، الناس شرات عاود تولات، شرات عاود تولات، مي شغل برينا كي تكون في لافيا السردين ما زادش يطلع. هي خطوه يسعى من خلالها المنظمون الى تشجيع الاستثمار في مجال تربيه المائيات وتوفير منتجات جديده للمستهلك باسعار معقوله.